وجايين من افريقيا راجعين على المحليات بقى المباريات المحليه. وطبعا زي ما هوند كانت بتقول بكره ان شاء الله البدايه مع فريق بيراميدز. عايزين نعرف منك مبدئيا قبل ما ندخل بقى في التفاصيل، هل فكره العوده منتصرا من المحفل الافريقي هيبقى له انعكاسات ايجابيه ويزود من ثقه اللاعبين ويدعم من اقدامهم اكتر في مباراه الغد، ولا مش بالضروره من منطلق ان احنا دايما بنقفل صفحه ونفتح صفحه جديده؟ هو اكيد يعني بتفق معاك، النادي الاهلي جاي من نشوه انتصارين على فريق الترجي والصعود للمباراه النهائيه وقدم مستوى جيد جدا على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، وقدر يتفوق وظهر بصوره كويسه جدا يعني. فطبعا الناس كلها بتقلق مع النادي الاهلي او مع اي حد يعني يكون جاي من بطوله كبيره وتيجي تلعب ترجع تاني للدوري المحلي، فكله بيبقى خايف اللي يحصل لا قدر الله دروب او يحصل اي اهتزاز في المستوى او عدم الاتزان بالنسبه للاداء يعني، لان انت جاي من حاجه عاليه جدا وراجع للمسابقه المحليه. واحنا بقالنا كتير النادي الاهلي عنده 8 مؤجلات طبعا، يعني بقاله فتره كبيره لو تحسبها تلاقي داخل 50 يوم ما لعبش مباريات محليه. فهي طبعا المباراه وكمان جايه في ظروف يعني ايه، جايه مع بيراميدز فريق برضو يملك لاعبين جيدين وعندهم امكانيات كويسه جدا، بس برضو طالع من البطوله الكونفدراليه وعنده دروب وعنده مشاكل، عنده دروب جامد، ويمكن ده السبب ان لسه في خبر ما بقالوش كام ساعه تغيير المدير الفني بتاعهم. تغيير اكيد تغيروا الجهاز الفني، جابوا تاكيس اللي هو كان ماسك دجله مكان المدير الفني اللي كان موجود قبل كده، لان النتائج كانت برده مش مظبوطه على المستوى الافريقي والمحلي. فمدرب جديد، بس هو توقيت عجيب شويه، هو مش يعني ممكن يكون، ولا كان في اضطراريه لده، ممكن يكون في اضطراريه لسبب. اي منظومه في الدنيا لما يكون في اهتزاز في الفريق بيغير مدير فني، صعب جدا تغير 25 لاعب. فهو النتائج ما كانتش على مستوى زي ما بيقولوا ايه الحدث بتاع البيراميدز، ان هو عنده يملك لعيبه كتير جدا طبعا، صارفين كتير جدا، عندهم امكانيات كبيره، والناتج غير مرضي بالنسبه للمسؤولين، لا يتناسب سواء في المستوى المحلي او المستوى الافريقي. خروج من الكونفدراليه بصوره يعني برضو ايه ما تلاقيش بيهم، لان عندهم امكانيات، وبرضو المستوى بتاع الدوري المحلي من ساعه من بدايه الموسم رغم ان هم جمعوا نقاط بس مش ده مستواهم اللي هو يعني المفروض يكون على الارض، يعني عندهم امكانيات احسن من كده. فطبعا بالظروف دي كلها النادي الاهلي حاطط قدام عينه بالنسبه للعيبه والجهاز الفني كل الاحتمالات دي كل الاعتبارات دي، ومركز تركيز عالي جدا جدا، لان النادي الاهلي عودنا ان هو بيفصل زي ما حضرتك تفضلت بين المنافسات الافريقيه واي استحقاقات عنده وبين الدوري المحلي. فقفلنا الصفحه بتاعت الترجي وان شاء الله وصلنا للمباراه النهائيه باذن الله. تركيز كله دلوقتي في بطوله الدوري، عندنا 4 مباريات صعبين جدا بدايه من بيراميدز، مقاولين، المقاصه وسموحه، انا ما اعتقد مقاولين بيراميدز والمقاصه، مصر المقاصه ده اخر ماتش، والمقاولين وسموحه بدايه مش عارفه سموحه ممكن بدايه من مباراه بكره، مباراه مهمه في مسيره النادي الاهلي في البطوله بطوله الدوري اللي هو احنا الحمد لله متعودين دي البطوله المحببه لجميع النادي الاهلي. اللعيبه مركزه جدا، مسوماني مركز، والفتره اللي فاتت بصراحه قدم اداء ومردود جيد جدا جدا بالنسبه لي كمدير فني. نتكلم في 8 شهور يا كابتن صديق، انت مع الاهلي بس بقالك 8 شهور وبص حجم يعني معلش الانجازات اللي بتتم. لا طبعا رجل يعني محترف، لا وبينافس كمان على كل البطولات المتاحه تقريبا دلوقتي، يعني بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب. هو رجل المرحله اللي فاتت والمرحله اللي جايه. كان في شويه برضو عشان ادي له حقه وشويه نقد كده بسيط من بعض سواء لو اعلام او المنظومه الجماهيريه في مصر، يعني الراجل تفوق وما سابش حد ان هو يقول عليه اي حاجه خارج عن النص. كل المشاركات يعني ربنا كرمه يتفوق فيها، وكل البطولات غير بس كاس العالم للانديه وبرده حقق مركز ثالث. فاحنا لازم نديله الافانتاج ونديله الفرصه الكبيره ان ما حدش يعني يشغله عن تركيزه بالنسبه للنادي الاهلي. هو عامل حاله كويسه مركز، والراجل بيبتكر يعني، شوف اكتشف في الباك رايت أكرم طبعا الفتره اللي فاتت، عمل مباراه كبيره جدا من ضمن الاسباب الاساسيه والرئيسيه اللي احنا تفوقنا على الترجي، مسك اهم مفاتيح لعب عندهم المباراتين كانه كان مش موجود. صحيح، وطمننا كتير، طمن كل الناس اللي كانت قلقانه من غياب محمد هاني كمان، وغياب هاني وهو يعني شوف قفشه استنى عليه برده لما خاف اشركه جزء بسيط، جه المباراه الثانيه اداله فتره كبيره، شريف تفوق، الراجل عامل حاله داخل النادي الاهلي. فلازم نكمل معاه المسانده
والدعم الجماهيري من جماهير الاهلي الكبيره. انا شايف ان هو مستعد استعداد جيد جدا. بداوا التمرينات امبارح على اساس ان المباراه مش سهله بتاع بيراميدز، واحنا عندنا ثقه في ربنا ثم في لعيبه النادي الاهلي ان هم يعني ان شاء الله يحققوا الانتصار في بدايه الرجوع لمباراه الدوري العام باذن الله.